Hello everyone, how are you doing, my dear pupils? Today, inshallah, we have a new video. As you see in the title, well, it's a video for third MS level. وين جمعت لكم فيه مصطلحات مهمة. Sequence number four هي me and my environment. معناتها أنا والبيئة. الو في sequence number four راح نتعرفوا راح نديروا general idea على وش راح يكون ولا وش راح نقراو في sequence number four plus this بالإضافة إلى ذلك درت لكم vocabulary ولا lexis متعلق بهذا sequence. في هذا الفيديو إن شاء الله راح تلقاو كامل lexis والvocabulary اللي تحتاجوه في هذا sequence. We start with the general idea. General idea is الفكرة العامة، يعني وش راحين كملخص على وش راحين ندرسوا في هذا sequence. في sequence number four راح ندرسوا environment، يعني البيئة، نتحدثوا عن البيئة، nature طبيعة. We have also animals اللي هما الحيوانات، forests and trees الأشجار والغابات، air الهواء، water يعني كل شيء متعلق بال environment ولا بالبيئة، water الماء، land الأرض، global warming الاحتباس الحراري، pollution اللي هي التلوث، وهذا أهم حاجة نهضروا عليها لهنايا. وكاين كذلك extinction اللي هي انقراض الحيوانات، animals extinction ولا انقراض الحيوانات. عندنا هنايا rubbish and trash يعني التلوث البيئي، كسوا air pollution اللي هو التلوث الهوائي، water pollution التلوث المائي، ولا land pollution التلوث الأرضي. هذا هو وش راح ندرسه في هذا السيكونس. نروحو دوكا للفوكابيلوري ولا اللكسس تاعنا. راحين نلقاو environment، environment بمعنى البيئة، pollution it's a contamination، نقدروا نقولوا contamination ولا نقدروا نقولوا التلوث، rubbish trash or litter يعني الأوساخ ولا الفضلات أعزكم الله. We have also ecosystem or biodiversity. Biodiversity اللي هي التنوع البيئي، التنوع البيئي نقصدو به هنايا تنوع البلانتس، يعني diversity in plants اللي هي تنوع النباتات، diversity in animals اللي هي تنوع الحيوانات etc. هذا هو التنوع البيئي. Ecosystem، ecosystem هو التوازن البيئي ولا ecological system، هذا تقراوه في العلوم الطبيعية. التوازن البيئي يعني السلسلة الغذائية etc. يعني حققنا التوازن في البيئة. Endangered animals هي الحيوانات المهددة بالانقراض ولا المهددة بالخطر، يعني animals in danger of extinction يعني مهددة بالانقراض، نقولوا endangered animals ولا extinction اللي هي الانقراض. Wildlife هي حياة البرية، يعني وين يعيشوا الحيوانات either domestic or wild، يعني سواء الحيوانات الوحشة ولا الحيوانات الأليفة هي wild animal wild life. Earth هي الأرض. Safety اللي هي preservation، تبع معايا وين راني نشوف بالسيلوة. Safety هي preservation معناتها المحافظة ولا الحفاظ ولا الحماية. الverb تاعها هو to save to preserve to protect، هذو كامل نفس المعنى، to save ولا to preserve ولا to protect يعني يحمي. مارين هي البحرية، نهضرو كذلك على البحرية. إن دانجر خطر. نروحو نشوفو المحمية الطبيعية، وش معناتها المحمية الطبيعية؟ بارك ريزرفيشن، المحمية الطبيعية كيما نلقاو مثلا الشريعة إز بارك ريزرفيشن محمية، بلزما بارك ريزرفيشن. في هذا السيكونس راح نتقراو على مجموعة من المحميات الطبيعية المشهورة ولا المعروفة في الجزائر، كما بلزما، كما تازا، كما جورجا etc. فونا اللي هي كي نشوفو كي نهضرو على فونا نعنو بها animals ولا الحيوانات، كي نهضرو على الفلورا نقصدو بها plants ولا النباتات. هذو زوج كلمات تلقاوهم متعودين بزاف في هذا السيكونس، هذا هو المعنى تاعهم. الغابات معناتها forest، nature طبيعة، oceans المحيطات، land البر، sea هو البحر، water الماء، air الهواء، safety كما قلنا هي يعني هي الحماية، والعكس تاعها opposite تاعها هو unsafety يعني غير محمي، to protect to save يحمي ولا يحافظ. هذا هو يعني مجموعة الكلمات هنا. نروح دوكا لمجموعة أخرى.
we have environment اللي نقصدو بها everything around the us, يعني كل حاجة محيطة بنا, buildings, plants, سواء الأشجار ولا الحيوانات ولا مثلا نقولو حنايا buildings اللي المباني etc, يعني كل شيء كل شيء, animals, حيوانات, humans, الإنسان, plants, النباتات etc, يعني كلش محيط بنا هو environment, هو بيئة. community هو مجتمع. All people live in a particular area, يعني كل الناس يعني كل الأشخاص اللي يعيشوا في نفس المكان واسمه مجتمع. illnesses, illnesses هنا نقصد بهم يعني illnesses هنا نقصد بهم sicknesses ولا health problems, يعني الأمراض والأوبئة يعني المشكلات الصحية, وهذو نلقاوهم من نتائج تاع pollution, التلوث. كي تقراو pollution للتلوث هنايا تلقاو بلي هذو results ولا effects تاعهم. نقولو effects و effects معناتها results, النتائج. causes الأسباب و reasons synonym تاعها. recycling is a way to turn rubbish into new materials, يعني recycling نقصدو بها إعادة تدوير الأشياء, وهذا إعادة التدوير من بين الحلول اللي نديروهم باش نتجنبوا التلوث. الو إعادة تدوير الأشياء اللي ما نستعملوهمش in order to use new materials, يعني باش نعاودو نرجعوهم أشياء جديدة نخدمو بها. نقدروا نعاودو ندوروا الكلاس اللي هو الزجاج, بلاستيك, all wires etc. تلقاو كذلك كلمة معودة بزاف هي 3RS, يعني 3RS اللي نقصدوا بهم RRR, يعني هذه R R and R على بياس منهم 3RS. هي recycle, reduce, reuse. وش معناتها recycle؟ recycle هي إعادة تدوير, to turn rubbish into new materials. ممكن إنه مثلا يجيكم في الاختبار تعطيكم الأستاذة تاعكم للأستاذ definitions, يمدلكم تعريفات ومن بعد يقول لكم ربطوا ولا يقول لكم أعطوني الكلمة المناسبة لهذا التعريف. ألو كي نقول recycle نقصد بها to turn rubbish into new materials, نعاود ندور الأشياء إلى الأشياء القديمة إلى الأشياء الجديدة. reduce to use products materials in small amounts, يعني نقلص to miniaturize, يعني نقلص إعادة استعمال الأشياء, تقليص إعادة تقليص الأشياء, يعني من قول يوم مثلا نشري حوايج بزاف وأنا بلك ما نحتاجهمش, قبل ما نفكر إنه نشري لازم نشوف إذا نحتاج ولا لا, من بعد ما نرميش وخلاص. reuse, to use materials many times again, يعني نستعمل الأشياء ولا المنتوجات اللي عندي نستعملهم بزاف المرات, ويعني مرات متكررة كما البلاستيك بوتلز مثلا, نستعمل القارورات تاع البلاستيك etc, يعني اوليو نرميهم نستعملهم, بعد كي خلاص ما يصلحوش كامل نروح ندوهم لإعادة التدوير اللي هي recycle. انكليند واش نقصد بها؟ معناتها حاجه غير نظيفه, غير نظيف اللي هو dirty, وسخ. الاوبوزيت تاعها العكس تاعها هي cleaned, مثلا uncleaned water يعني ماء غير نظيف, cleaned water ماء نظيف. wildlife قلنا انه هي الحياه البريه, animals or plants that live in natural environment, يعني هي الحيوانات ولا النباتات اللي يعيشوا في الطبيعة. park, an area of land set aside the environment preservation. park هو يعني هو عبارة عن منطقة ولا هي عبارة عن رقعة تاع محمية طبيعية كما قلنا. rare, existing in very small numbers, هنا راني نعطيكم في definitions تعريفات. existing in very small numbers, existing in very small numbers هنا نقصد بها يعني rare, نادر, حاجة نادرة, الحاجة اللي ما تكزيستيش ما فيهاش بزاف العدد, كما الحيوانات مثلا نقولو كوالا is rare animal, كوالا يعني هو حيوان نادر. endangered, being at risk of extinction, يعني endangered هو الحيوانات المهددة بالانقراض ولا في خطر الانقراض. located, situated بمعنى situated نقصد بها يتموقع ولا يقع. to hunt, يصطاد,
السينونيم تاعها كون جي ندير لها سينونيم تو تشيس انيمالز يعني illegally to chase animals illegally معناتها اصطياد الحيوانات بطريقه غير شرعيه. لارج اللي هي لارج اللي هي واسع السينونيم تاعها بيك والعكس تاعها سمول. deforestation نقصد بها cutting down the trees plants to build factories تخريب وقطع الغابات يعني نقطع ونخرب الغابات على جل واش على جل to build factories باش نبني المباني buildings ولا باش نبني factories اللي هي نقصد بها المصانع هنايا. الو هنا هذا اسمه تخريب. في عاود نقوله forestation يعني غرس الاشجار اتسجر ولا تشجير هذا التشجير forestation تشجير العكس تاعو هو deforestation كي نمحي هذه الديت واللي التشجير كي ندير deforestation يعني نقول انه قطع الغابات هذا هو كيفاش هذا هو السينونيم تاعها. قلت لكم كذلك كلمه نسيناها هي legal here also legal illegal legal بطريقه شرعيه وقانونيه illegal بطريقه غير شرعيه. الو هذا هو الفيديو تاعنا وهذا هو كانوا الكلمات كامل اللي ممكن انكم تلقاوهم في هذا السيكونس يعني نظن انه احط بالسيكونس كلها يعني ألميت بها كلها بحيث انه ما نسيت حتى كلمه ان شاء الله ما نكونش نسيت حتى كلمه. if you have any question اذا عندكم اي سؤال if you have any problem if you have any suggestion اقتراح خلوه لي في الكومنت كيما راهم يلحقوني بزاف لي كومونتير اللي يفرحوني ويشجعوني ويمدوا لي اقتراحات انه ندير مواضيع سو هذوك اوف كورس الكومنت تاعكم التعليقات تاعكم بزاف يشجعوني وما تنساوش كذلك ما تنساوش ديما خليوا لي لايك في الفيديو اذا عجبكم هكذا باش لا فيديو تاعنا يعني ينتشر بسرعه. وكذلك كاينه حاجه ثانيه اذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه فما تنساوش تشتركوا لانه كل مره عندنا فيديوهات جديده ومفيده اكيد تفيدكم في دراستكم. See you in the next video my dear pupils goodbye see you later.